السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هنا قاسم يواصل معكم الثورة في هذه الرحلة الجديدة، الرحلة المتجددة في ثورتنا ضد المجرمين والإرهابيين. أولا، القراءة متاعي للانتخابات هذه تكون كما يلي: الانتخابات هذه أدخلها الشعب التونسي تحت التهديد بالإرهاب، يعني لم تدر في ظروف الحرية والشفافية وكذلك الأمن، حيث توصلت العمليات الإرهابية إلى حدود ليلة قبل موعد الانتخابات. الإرهاب هذايا هو من صناعة نداء التجمع، وبالذات الباجي قائد السبسي وعصابة سوسة وعصابة الساحل بطم طميمها، حيث هؤلاء أقرب إلى الصهيونية من الصهيونية في حد ذاتها. وصل بهم الأمر إلى قتل أكثر من 30 جندي حتى إنهم ما يخسروش بقعة الجنرال أول في الجيش التونسي. قتل 13 جندي الأخير في الشعامبي، حيث أن وزير الدفاع ما يعلمش الجنرال الحامدي اللي ثم إرهابيين اللي هم باعثينهم هما، هذيك خطة باش يحيدوه من بلاستو ويخرجوه، لأنهم يلزمهم العصابة الساحل يلزمها تسيطر على الجيش ويلزمها تسيطر على وزارة الداخلية باش تنجم تسيطر على البنوك وباش تنجم تسيطر على الاقتصاد الوطني، وبذلك تركع الشعب التونسي. الانتخابات هذه عملية تركيع عبر الإرهاب بجز بالشعب التونسي إلى انتخابهم. هذه القراءة الصحيحة للانتخابات الأخيرة، يعني هذه القراءة السياسية. من ناحية أخرى نشوفوا قراءة جهوية كاملة للانتخابات هذه. الناس اليوم نازلة في الجنوب، راهم يحضروا في الحرب على الجنوب، وخاصة الباجي قائد السبسي وكمال الطيف ومن معه منذ قديم الزمان وألف يوسف، والإعلام يحضر في حرب على الجنوب، حيث يقول الجيفة الزبلة الباجي قائد السبسي بأن الجنوب هو معقل الإرهاب. نعم، قال لك الجنوب صوت على النهضة، انتخب النهضة، إلى سواقس انتخبت النهضة. علاش؟ لأنهم إرهابيين. شوف يا كمال الطيف، لزم الأمر بخوض الحرب، سنخوضها، لأن الحروب تبدأ بعشرة مقاتلين فقط. الحروب تبدأ بعشرة مقاتلين، وحذري من الجنوب الحر. الجنوب ينتخب من ينتخب، ولكن لن تحكمه عصابة دستورية، عصابة صهيونية، عصابة ما زالت إلى حد اليوم تركع في كل الجهات التونسية. نحب أقول لك أنت والزبلة الباجي قائد السبسي وكامل العصابة وخاصة الإعلامية منكم والعسكرية والأمنية، بأننا مستعدين في كل لحظة لأي مواجهة مسلحة. نحن أبناء الجنوب لن نركع مرة أخرى لعصابة الساحل ولعصابة الساترة مهما كان الأمر. إن هذه الثورة ستتواصل على جثث كل الجنوب، لزم الأمر بمليون شهيد، وسترى من ينتصر، قاسم أم أنت أيها الزبلة أيها الغبي أيها اللعين. والأيام بيننا، وسأسطر خطوط الثورة الجديدة الحمراء بشكل جديد.
كما هزمتك في المرة الأولى سأهزمك في المرة الثانية. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.